مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي اوراق اقتصاديه. هذا البرنامج بنفتح فيه واحد من الملفات الاقتصاديه الهامه، نقلب في اوراقها ونحاور ضيوفنا، نضع مجموعه من الاراء والحلول والمقترحات المختلفه، ثم نضع هذا الملف امامكم. سنتحدث اليوم عن الاقتصاد الاخضر. دعوني اطرح عليكم ماذا لدينا في هذه الحلقه. مجلس الوزراء يوافق على تأهيل شركتي وطنية وصافي تمهيدا للطرح بالبورصة المصرية. استئناف ضخ الغاز في خط نور ستريم 1 لألمانيا واليونان، واليونان تعارض خطة الاتحاد الأوروبي بخفض استهلاك الغاز الروسي بنسبة 15%. في ملفنا هذا الأسبوع سنلقي الضوء على قضية التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر ومضاعفة حصة مصر من الاستثمارات العالمية المباشرة في هذا المجال. أهلا بحضراتكم، نبدأ مع مجموعة من أخبارنا الاقتصادية اللي مرت بها مصر والعالم خلال الأسبوع المنصرم، وبالتأكيد ستؤثر على أسبوعنا الاقتصادي الجديد. ونبدأ من مصر، حيث أعلن مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي موافقته على إجراءات تأهيل شركتي وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية المعروفة بصافي، وهما تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تمهيدا لطرح الشركتين بالبورصة المصرية. حضرت الهيئة العامة للرقابة المالية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية من مخاطر الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولى في العملات المشفرة التي تهدف لجمع أموال من المواطنين. الهيئة حذرت من مخاطر الانسياق لدعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة، منبهة إلى أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة سواء داخل مصر أو خارجها، وتشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات. وأهابت الهيئة بالمستثمرين والمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية بضرورة توخي الحذر من الدخول في هذا النوع من الأدوات عالية المخاطر باعتباره نوعا من أنواع المقامرة. إلى الاقتصاد الألماني، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني إلى 1.2% هذا العام و 8% في عام 2023، بينما يكبح الغزو الروسي لأوكرانيا انتعاش أكبر اقتصاد في أوروبا بعد جائحة كوفيد-19. أشار صندوق النقد إلى التضخم المرتفع في الاقتصاد الألماني ناتج عن زيادات حادة في تكاليف الطاقة كعامل سلبي يضغط على النمو، مع توقع نمو الأسعار ب 7.7% في 22 و 4.8% في 23. على صعيد الإمدادات الروسية لأوروبا للطاقة، شهد الأسبوع المنصرم تطورا، حيث بدأت شركة نورد ستريم إعادة ضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا. كشفت الشركة أن الخط يعمل بنسبة 40% من طاقته التشغيلية، مشيرة إلى أنها ستحتاج إلى بعض الوقت حتى تصل معدلات الضخ في الخط إلى المستويات الطبيعية. وكانت الإمدادات القادمة عبر خط نورد ستريم 1 قد توقفت تماما خلال فترة الصيانة التي استمرت لعشرة أيام من 11 يوليو الحالي، في ظل مخاوف من قرار روسي بوقف ضخ الغاز بعد انتهاء الصيانة في الوقت الذي تخشى فيه أوروبا من أزمة طاقة شديدة. ما زلنا داخل الاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الحكومة اليونانية معارضتها اقتراحا للاتحاد بخفض استخدام الغاز الروسي طوعا بنسبة 15% ابتداء من شهر أغسطس المقبل. وزير الطاقة اليوناني كوستاس كريكاس حذر
من أزمة كهرباء لبلاده في ضوء أن 70% من الغاز الطبيعي الذي تستورده اليونان يستخدم لتوليد الكهرباء، ما يعني أن أي تخفيضات ستضر بالمنازل والشركات. وكانت المفوضية الأوروبية قد طلبت من الدول 27 الأعضاء في الاتحاد خفض استخدام الغاز طوعا خلال الأشهر المقبلة لتجنب حدوث اضطراب كبير في الصناعات في الشتاء المقبل. مشاهدينا الكرام، انتهت فقرة هذه الأخبار وننتقل إلى موضوع ملفنا في هذه الحلقة، وبالتطورات الكبيرة التي نشهدها حول العالم الآن سواء في الحرب الأوكرانية أو تطورات التغيرات المناخية، كانت هناك حاجة ماسة جدا إلى التحول ما يسمى إلى الاقتصاد الأخضر. الاقتصاد الأخضر هو الاقتصاد الذي يعتمد على الطاقات الجديدة والمتجددة والاستثمار في هذه الطاقات. ربما تكون ما زالت هذه الطاقات عالية التكاليف وبشكل أو بالرسوم الاقتصادية القديمة، لأن هناك نوع من الدراسات الاقتصادية الحديثة والاقتصادات الاقتصادية القديمة. الاقتصادات القديمة تقول أن هذه تكلفة استخدام هذه الطاقات ما زالت مرتفعة، لكن الاقتصادات الحديثة تؤكد أنها أقل تكلفة إذا ما قورنت بتكلفة إصلاح البيئة وغيرها. مصر بدأت ويمكن هي الاقتصاد الأول في إفريقيا والشرق الأوسط في الاعتماد على الطاقات الخضراء. مصر لديها أكبر محطة في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية في محطة بنبان بأسوان، لدينا استعدادات وبدأ العمل في مصانع ما يسمى بالهيدروجين الأخضر. والهيدروجين الأخضر ليس لأن لونه أخضر، ولكنه ينتج من استخدام طاقة خضراء. فهناك أنواع أخرى من الهيدروجين، الهيدروجين البنفسجي والهيدروجين بألوان مختلفة حسب استخدام نوع الطاقة في استخراج الهيدروجين من الماء. عموما سنتحدث اليوم عن أيضا مجالات النقل الذكية، النقل الأخضر الذي يعتمد بشكل كبير على الكهرباء، مصانع الأمونيا الخضراء والتوجه العالمي. هذا التوجه أيضا يحتاج إلى ما يسمى الاستثمار في الاقتصاد الأخضر. الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وحصة مصر فيه وتوجه مصر سيكون ملف هذه الحلقة من أوراق اقتصادية. نخرج إلى هذا التقرير ثم نبدأ فتح هذا الملف. آفاق مشروعات الاقتصاد الأخضر تتوسع عالميا مع تطور تكنولوجياتها، مما دفع القاهرة إلى الاتجاه لمضاعفة نصيبها من هذه الاستثمارات من خلال تنفيذ استراتيجية طويلة المدى لتعظيم مساهمة الاقتصاد الأخضر في المشروعات التنموية بالبلاد. هذه المشروعات تبدأ من الطاقة الخضراء المتمثلة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الهيدروجين، وأيضا مشروعات مجالات النقل الذكي ومصانع الأمونيا الخضراء. وفي ظل التوجه العالمي لتحفيز مشروعات التنمية الخضراء، تلوح في الأفق فرصا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المجالات التنموية الخضراء المصرية، خاصة وأن الاقتصاد المصري يمتلك قدرة على توفير مجالات للتحول الأخضر يمكنها استيعاب أكبر حصة من هذه الاستثمارات العالمية. النموذج التنموي المصري القائم على الاقتصاد الأخضر يسعى للاستفادة من تجارب دولية عالمية للاعتماد على الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية، خاصة وأن هناك توجهات تمويلية متصاعدة وخصوصا بين أنصار البيئة والمناخ لدفع تمويلات استثمارية متعاظمة في الاقتصاد الأخضر. ويتماشى الاقتصاد المصري مع التوجهات العالمية المركزة على الاقتصاد الأخضر، حيث توسعت مصر في محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومشروعات الأمونيا الخضراء، حيث تمتلك إمكانات متعددة لانتعاش مشروعات الاقتصاد الأخضر. طبعا
تابعنا مع مشاهدينا الكرام هذا التقرير حول ملف هذه الحلقة، واسمحوا لي أن أرحب في الاستوديو بضيوفي مع الدكتور محمد البهواش الباحث الاقتصادي بجامعة السويس. أهلا بحضرتك يا دكتور. يا أهلا وسهلا عليك. معي أيضا لواء مهندس مدحت شكري عضو لجنة التنمية المستدامة باتحاد الصناعات. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. نبدأ عن الفكرة الاقتصادية وراء الاقتصاد الأخضر، أبدأ بدكتور محمد البهواش. يعني دكتور محمد، الدراسات الاقتصادية القديمة كانت تضع فكرة التكلفة المادية للطاقة هي الأساس، لكن الاقتصادات الحديثة تتحدث عن التكلفة البيئية، تتحدث عن التكلفة الاجتماعية، تتحدث عن تكاليف أخرى، التكلفة الصحية من المسببة من التلوث. التكلفة الاقتصادية للاقتصاد الأخضر والتوجه للاقتصاد الأخضر بشكل اقتصادي كيف تراها؟ بدايه مرحبا بحضرتك استاذ المشاهدين. اهلا بك. طبعا احنا بنتكلم النهارده على الموضوع الاقتصاد الاخضر. في القديم كان ينظر الاقتصاد الاخضر ان هو الحفاظ على البيئه وعدم قطع الاشجار. نعم. يمكن كان هو ده المحصوره في هذا، يمكن عشان كده سمي اخضر في الاساس. النهارده بنتكلم على شيء اوسع واعم، النهارده بحافظ على تقليل الانبعاثات الكربونيه اللي هي بتسبب ازمات صحيه وتكلفه على موازنات الدول. نعم. النهارده الاثار البيئيه وبيبقى في اتجاه لقياس هذه الاثار البيئيه والرصد البيئي لهذه الاثار، طبعا لانها ليها تكلفه اكبر بكثير من تكلفه من العوائد المباشره لاستخدام اللي هي المواد اللي بتؤدي الى انبعاث المواد الكربونيه. نعم. وبتصيب الصحه العامه، بتصيب بتؤدي الى اضرار ابسطها فكره ان احنا بنطلع الطاقه من الطاقه الشمسيه او من حرق الفحم او الغاز او الوقود العادي. ومن هنا كان برضو النظر الى طبعا الى الوقود الاحفوري، ان هو بدا في من كثره الاستخدام وعدم الرشاده في استخدامه، بقى فيه يعني هو ما فيش مش بيكفي الحاجه، وبالتالي بتبقى في ندوب في هذه في الابار. نعم. الموجوده. فابتدى الاتجاه الى الطاقه الجديده والمتجدده، الطاقه الشمسيه، طاقه الرياح، الطاقه الكهرومائيه. يمكن مصر كانت من الدول المتقدمه طبعا استخدام الطاقه الكهرومائيه في السد العالي. نعم. طاقه الرياح والطاقه الشمسيه دلوقتي احنا الحمد لله عندنا مزارع رياح في الزعفرانه وعلى خليج السويس بالكامل. الطاقه الشمسيه يمكن عندنا المزارع بنبان وفي غيرها كتير، بس مزارع بنبان كانت خدت الصدى العالمي ان هي مشروع اكبر مشروع في القاره الافريقيه. نعم. كل دوت النهارده لما بنحسبه بتكلفه وعوائد، لا العوائد من تشغيل الطاقات الجديده والمتجدده العوائد متميزه جدا. طبعا هي التكلفه في التكلفه الاستثماريه والراسماليه في الاساس في الاول، لكن تكاليف التشغيل بعد كده تكاد لا تكون شيء بالمرة. نعم. فعشان كده العوائد في مع استدامة المشروع تعد ذات جدوى. نعم. مستقبلية. سيادة اللواء المهندس مدحت شكري، يعني كنت من بدايات الناس اللي اشتغلت في مصر في الطاقات المتجددة وتحديدا في الطاقة الشمسية، حتى يعني حضرتك حكيت لي قبل كده من أيام الجيش كمان. تمام. نعم. التكنولوجيا وتطور التكنولوجيا يمكن كانت تكلفتها عالية زمان، لكن التكلفة انخفضت بشكل كبير. التكنولوجيا دي هي القيمة الأساسية وهي المكون الأساسي، وهو السر زي ما بنقول كده السر العسكري للدول الأجنبية اللي ما بتقدرش تطلعه، هو ده التكلفة الحقيقية، الفكر. عشان كده ناس كثيرة بتخاف من الطاقات المتجددة بسبب غلو الفكرة نفسها. شايف ده مقارنة بما بدأتم به إلى الآن؟ سامع الونز؟ تمام يا فندم. فعلا احنا اشتغلنا وعملنا سيستم سنة 85، وكان السؤال المباشر فعلا من وقتها وزير الدفاع بيسأل قدام الرئيس الأسبق المرحوم حسني مبارك، فكان السؤال مباشر يجيب تمنه إمتى؟ فكان ده الريتين انفستمنت اللي احنا بنقوله دلوقتي، يستعيد رأس ماله إمتى؟ وكان في هذا التوقيت النظام ده يجيب في 3.5 سنين، حاجة رخيصة وبرضو التكلفة يعني رخيصة، وعائد الاستثمار فيها يعود ليك بعد 3.5 سنين. بعد 3 سنين. فده رقم هايل جدا. احنا دلوقتي كان احنا عملنا اول نظام طاقه شمسيه انا يعني ركبته في حديثا كان 2012، كان اللوح الواحد 250 واط. دلوقتي نورمال اللي انا بركبه فوق 540 لغايه 600 واط. ارقام المساحه كلها الصغيره دي كانت بتجيب كذا مساحه، كم في كام؟ كانت تقريبا متر في 160. 100 في 160 ال 2 متر المربع دلوقتي يجي فوق قرب على 600. اذا احنا بقينا خمسة بقت ضعف.
فاسمها efficiency، الكفاءة، كفاءة الطاقة، الطاقة اللي احنا بناخدها من نفس اللوح بقت اكبر، وبالتالي المساحة بقت صغيرة جدا ان احنا ننتج الكمية الكهرباء اللي احنا عاوزينها. الجزء التاني بقى ان احنا الانفرتر برضو بقى كفاءته اعلى. كنا بنشتغل على فولتو، ودي حتة مهمة جدا استخدموها دلوقتي حديثا. كنا بنطلع عشان نطلع اي سي اللي هو كهرباء بتاعتنا، الكهرباء العادية 220 فولت دي، بدأ طب ما احنا اللي هي اتحولت فيما بعد هي بتطلع سالب وموجب. طب ما هو السالب والموجب ده انا عاوزه زي ما هو سالب وموجب واطلع بيه هيدروجين واكسجين. الله، طب ما انا اعمل العكس بقى، انا تلويقه احولها لكهرباء وبعدين استخدمها وبعدين اقوم مطلع هيدروجين واكسجين. طب ما انا اخدها زي ما هي كده. وبالفعل الفكر ده موجود في مصر على فكره، وسبق اللي هو بيطلع منه الوقت الهيدروجين الاخضر، الهيدروجين الاخضر الله ينور على سعادتك. فاحنا بدانا الفكر بتاع الموجود عشان نجيب ليه جدوى اقتصاديه كويسه وتوصيله جدا. ان فعلا احنا وصلنا في اتفاقيات مع السعوديه ومع في خلال الشهور اللي فاتت دي بس 17.7 مليار دولار. لايه؟ عشان نقول نيتروجين وهيدروجين الاخضر ونولد كهرباء من الالواح مع السعوديه. شركات بالفعل الامير محمد الولي العهد محمد بن سلمان جه مصر هنا وقابل الرئيس السيسي، واتفاقيات بكام؟ 7.7 مليار دولار. اساسا هو مش جاب اتفاق، ده جايب الشركات نفسهم وجاي مصر، ده جاي ينفذ، هو مش جاي يقول لسه هنتفق ونعمل، لا ده جاب على طول ويشتغل هذا الكلام. الميزه الجميله بقى ان هو هيعمل الاكسجين الاخضر اللي هو الهيدروجين الاخضر، ويعمل خط الكهرباء بتاعه الى السعوديه. نعم، وده اللي هيحصل بعد كده، ده موجود. المهم الريتين انفستمنت في الكلام ده بقى دلوقتي اللي كان موجود دلوقتي لا يتعدى 5 سنين برضه. يعني احنا ما زلنا في نفس الرينج بتاع في الرينج اللي هو اقل من 5 سنين. بس خلي بالك بقى، هي يستعيد راس ماله في خلال 5 سنين. بس هو عمره 25 سنه عشان يبقى كفاءته 85% ما يبقاش صفر. ما يبقاش صفر، يعني هو بعد 85 سنه بقى 85% بعد 25 سنه. كده لا، عشان كده اسمها الاستدامه. الاستدامه، وهي ده اللي احنا بنتكلم عليها. طيب دكتور محمد، فكره الاستدامه طبعا عايزين نقول برضو ان الاوروبيين هم اول من بداوا في فكره الاقتصاد الاخضر، وطلعوا قرار وقانون السنه اللي فاتت ان لن يتم للشركات الاوروبيه ستشارك في حفر ابر بترول ولا غاز بعد كده، ولن يتم الحفر على اراضيهم. وقبل كده خرجوا الصناعات الملوثه زي الاسمنت، الحديد والاسمنت وغيره، وبداوا يتجهوا الى الاقتصاد الاخضر. في ظل الازمه الاوكرانيه الان، وبنتكلم على يعني الحبوب جزء منها والطعام، ولكن المشكله الاساسيه، واحنا كنا معانا خبر ان الاقتصاد الالماني هيعاني بشكل كبير لانه اكبر اقتصاد صناعي عشان استخدام الغاز وغيره. البدائل الاقتصاديه هنا من اقتصاد اخضر او من اقتصادات مختلفه، هل ستغطي هذا العجز اللي موجود في دوله صناعيه كبيره زي المانيا؟ بالفعل النهارده الازمه الروسيه الاوكرانيه القت بظلالها على الاتحاد الاوروبي، يمكن بالاخص دوله المانيا. طبعا في عجز في تضررت سلاسل التوريد والامداد للوقود والغاز الطبيعي من الخط الروسي الى المانيا. يمكن احنا مع مشارف الشتاء اعتقد ان الازمه ستتفاقم ويكون سلاح او الكارت الرابح في ايد الجانب الروسي. اعتقد النهارده احنا بنتكلم لاوروبا ودول اوروبا، والمانيا كانت بتتكلم الاتجاه الاقتصاد الاخضر وتقليل الانبعاثات. لا، النهارده الحاجه الملحه وعدم وجود ما يكفي او ما يغطي او يكون بديل للخط الروسي او للجانب الروسي للامدادات الروسيه. طبعا بقى في اتجاه النهارده لمصر ان هي كبديل للامدادات الروسيه، في واحده من مصدري الغاز واقرب لاوروبا، وهي اقرب ليهم في اتجاه للجزائر. لكن طبعا ده كله لا يكفي او لا يسد الحاجه. طبعا 25% او اكتر من 25-30% من الغاز اللي بتستخدمه المانيا من روسيا، فصعب جدا او كميه كبيره جدا ان هي يبقى في بديل ليها في الوقت قريب. وعشان كده ابتدت روسيا تعيد استخدام الفحم من جديد. ففكره النهارده الاتجاه الاقتصاد الاخضر يمكن شكل رفاهيه، لكن النهارده الوضع الملح النهارده ابتدى يوجه العالم كله ان هو يسرع في استثماراته للاقتصاد الاخضر على اساس يقرب المسافه. لكن طبعا هو في الوقت الملح النهارده الحاجه وضعت ان الاقتصاد الاخضر جانبا، وابتدت المانيا تلجا الى الفحم كبديل
لنقص الطاقة أو لتوفير احتياطي يواجه أزمة الشتاء القادم. بشكل اقتصادي مازال الاستثمار في الاقتصاد الأخضر مكلف على الصعيد اللي احنا بنتكلم برضو على الدراسات اللي هي التمويلية ودراسات التكاليف اللي هي جزء من الدراسات الاقتصادية أصبحت جزء منها. ومع ذلك توجه كبير من الدول الأجنبية أو من الدول الأوروبية، يمكن أمريكا الموضوع مش فارق معاها قوي، وحتى احنا كنا في كوب 26 أو 26 اللي فات في جلاسكو الإنجليزية، وقبليها من اليابان لفرنسا لباريس، وبيتكلموا ان هم عايزين يساعدوا الدول الفقيرة والدول الافريقية اللي ملهاش دعوة اصلا بموضوع التلوث المناخي بمليارات الدولارات، وما ذلك لم يتحقق. صحيح. فكرة ان انا اتحول لاقتصاد اخضر وساعد دول، ونرجع تاني لفكرة التكنولوجيا اللي هي الاغلى في فكرة التحول للاقتصاد الاخضر. احنا هنتكلم عن الحالة المصرية. نعم. طبعا النهاردة تكلفة الانشاء المصادر الطاقة الخضراء متكلفة جدا. نعم. لكن احنا بالفعل اصلا احنا انشأناها مصر عملتها كبنية تحتية. النهاردة كان عندنا ازمة قبل 8 سنوات، كان عندنا ازمة في الطاقة. النهاردة بقى في عندنا الحمد لله فائض في الكهرباء. نعم. النهاردة بقى عندنا فائض في الطاقة الشمسية او المزارع الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، وكل يوم بزود في طاقتي. فالنهاردة الاتجاه للهيدروجين الاخضر بقى قائم على ما لدينا. يعني النهاردة انا مش بعمل بنية اساسية جديدة ولسه هعمل يعني تكلفه من جديد، لا. نعم. انا النهارده عندي العوائد اللي بتشغل هذا المشروع. يمكن هي النهارده اغلب اتجاهات الاستثمارات العالميه اللي بتتجه لمصر كاستثمار في الاستثمار الاجنبي مباشر في الاقتصاد الاخضر اغلبها متجهه على اساس البنيه التحتيه المتوفره بالفعل. النهارده مناخ متميز، عندي البنيه الاساسيه سواء في مزارع الرياح او مزارع الطاقه الشمسيه اللي هي بتنتج الكهرباء بالفعل، اللي هي تقريبا اغلبها على خليج القناه او خليج السويس، وهتستخدم يبقى كده الميه والكهرباء، يبقى كده هنتج منهم الهيدروجين الاخضر. فعشان كده حتى يمكن تم تخصيص منطقه، والهيدروجين بيسال ويتحط على السفن ويتصدر في اي مكان. هو ده البديل اللي العالم كله بينظر اليه النهارده. احنا انتقلنا من الوقود الاحفوري للغاز الطبيعي الاقل انبعاثات، لكن طبعا النهارده الطفره هيبقى الهيدروجين الاخضر، اللي طبعا تكلفه التشغيل النهارده يعني التكلفه الاستثماريه او الراسماليه اللي تنفقت في الاساس هي التكلفة العالية قوي، واحنا كتجربة مصرية انفقناها، والنهاردة بقينا في مرحلة العوائد وليس الانفاق. فالنهاردة تكاليف التشغيل تكاد منعدمة بالمقارنة بالنسبة للتكاليف الاستثمارية. النهاردة كل ما تنتجه مصر من كهرباء لما يتم تخصيصه او توجيهه لتحليل الكهرباء للمياه وانتاج الهيدروجين الاخضر واسالته وتصديره، مصر ستتحول بقى من، يعني بنقول النهارده مصر بالفعل تحولت لمركز اقليم لتبادل الطاقه. مع وجود العنصر الجديد في سله الطاقه دوت سيكون الوضع منفرد بالنسبه للمنطقه بالكامل. المنطقه بالكامل. سياده اللواء مدحت، يعني اي صناعه في النهايه هي عايزه البيع او عايزه المستهلك اللي هيستهلك هذه الصناعه. خلينا نتكلم بدايه ان جزء من يعني صناعة الكهرباء في مصر هي ملك حكومي، أو مش جزء، هي 80% أو 90% الآن حكومي، شركة الكهرباء الوطنية. فكرة ده كان بعامل مشكلة برضو لدخول بعض الاستثمارات الخاصة أن هي تدخل في المجال ده، بس شفنا فتح المجال ودخلت مزارع الطاقة الرياح استثمارات خاصة، بنبان أغلبها استثمارات خاصة. وهنا بنتكلم على فكر فتح سوق الطاقة عشان المستهلك يبقى عنده فكرة ان انا استخدم طاقة شمسية او استخدم طاقة رياح او استخدم طاقة كهربائية جاية من الحكومة زي ما بنقول عليها، او من شركة خاصة، او من الغاز اجيب مولد غاز يعمل لي طاقة. فالتنوع ده المفروض يصب في مصلحة المواطن او المستهلك في النهاية. اللي سيادتك قلته بالظبط بالظبط ما حدث في خلال الشهور اللي فاتت بالظبط. الأمير محمد بن سلمان لما جه مصر جاب معاه ثلاث شركات دون ذكر أسمائهم. الثلاث شركات دول جايبين بفلوس استثمار طاقة مع ناس مصريين وبيكونوا شركات لتوليد الطاقة في مصر. تمام. إحنا بنشتغل على حضرتك الدكتور لما ذكر دلوقتي البنية الأساسية اللي سيادتك بتقولها دلوقتي بتاعت مصر دي خطيرة جدا. احنا كنا ماشيين على بالرقم كده على 220 كيلو فولت اللي هي بتاع خط اسوان مصر دي. احنا دلوقتي شغالين على شبكه 500 كيلو فولت. طب ليه؟
ليه 500؟ عشان الافشنسي في نقل الكهرباء، عشان تخش لدوله تاني. انا بقى مش بقيت محافظات، انا ما بقيتش كهرباء اللي هو ده كل ما ارفع الفولتج فالمسافات تزيد في النقل ويقل الهدر بتاع النقل لدول اخرى. هو ده اللي احنا بنعمله. احنا عاملين خط 500 كيلو، احنا بنفكر لفين؟ ان احنا نبني محطه نوويه هي شغاله على 500 فولت. طب ما هو الشبكه بتاعتها اتعملت موجوده اوريدي موجوده. طيب الاتفاق مع السعوديه، اتفقنا ان احنا مصر تتكلف ما عندها والسعوديه تتكلف ما عندها. ان احنا عاملينها فعلا. انا المشروع بتاعي عامل 500 كيلو فولت لغايه الاردن، واحنا بنجهزه دلوقتي عشان يوصل للعراق ونخش تاني فيما بعد العراق. الجزء اللي احنا بنعمله برضو في اتجاه ليبيا، احنا بنرفعه الى 500 فولت عشان نخش طبرق وخش ليبيا، وده شغال فعلا على 220 او 500. بس الطاقه زادت، ولذا الجزء اللي احنا بنشتغل عليه مع اوروبا، احنا اول حاجه تفكير، احنا الاهميه مش نقل الغاز، نقل الغاز عندنا دمياط والبرولس بيسيلوا ويتنقلوا. لكن انا ليه بفكر في الكهرباء بين مصر وقبرص ومصر هل نقل الكهرباء من مصر لاوروبا اسهل من أسهل. نقل الغاز؟ الله ينور على سعادتك. هو عشان ده اقتصادي. الفكر اللي بيدار بيه مصر دلوقتي فكر اقتصادي بحت. ايهما اسهل؟ انا اوريدي عندي مصانع اساله، طب ما انا استفيد بالامكانيات الحاليه. وعلى فكره دمياط كان مقفول، يعني ايدكو كان شغال وجزئي كمان، ودمياط مقفول خالص. لما بدانا ناخد الغاز من الدول المجاوره بدانا نسيله وبدانا نبعت عزاوة على ظهر، فبدانا نشغل دمياط مع ايدكو، بقى هو ده الرئيسي بتاعنا. في تفكير، وبدل ما صدر غاز ياخدوه ويحرقوه عشان يعملوا كهرباء، طب انا اديله كهرباء بقى من الاول، من الاول صح. وروحنا عاملين خطين في منتهى الاهميه. وانا استغربت ليه في تفكير مع اليونان، وعملنا العقد مع اليونان ان احنا نويد كريت، وعملنا مع قبرص في خط تاني هناك. ليه المسافه بين قبرص وكريت العمق بتاعها اكتر من 3 كيلو؟ فالتفكير ان احنا نمد كهرباء في زي كريت لايطاليا، دي حته قريبه قوي قوي. طب ما انا استغل القصير ده، اقتصادي جدا بالنسبه لنا، احسن بكتير اودي القبرص، وقبرص تعمل خط وترفع عالي جدا وتاخد خط طويل جدا لغايه ما توديه كريت. طب ما انا عندي طب ما انا اودي بتاعنا اسهل، انا بقيت انا اقرب، انا القريب بالعمق ده بقيت انا على أنا على اقرب اقرب صحيح. العاصمه الاداريه اتعملت الخط بتاعها، الخط الربط بتاعها 500 من اولها، يعني اللي هي بتاعت سيمنز اللي اتعملت في العاصمه الاداريه 500 كيلو. اذا البنيه الاساسيه اللي الدكتور اتكلم عليها دلوقتي، احنا فكر اقتصادي هايل فيما بعد احنا بنشتغل عليها. القطاع الخاص دخل، هو مش لسه هنقول عاوز يخش. احنا في بنيه اساسيه ما يقدرش حد يعملها، هو الدوله اللي عملتها، والدوله اللي عملتها، فانت مريحه. هو بيفكر ليه يعمل خط يعني في اني حاجه غريبه جدا، اني اللي هو الاني الايطالي، شركه اني بتاع الغاز، هي اللي عاوزه تعمل توليد هيدروجين في مصر، وعملت اتفاقيه مع مصر انها يسمحوا لها انها تعمل، وبتعمل فعلا دراسات جدوى ان تعمل شركه بقى بترول عاوزه هي تدخل في حاجه حاجه منافسه ليها. هي نفسها هتخش في حته، فلقت نفسها طب ما انا حق نفسي انا بقى، وطلبت مصر انها تخش كده. الشيء الجميل بقى، اخر حاجه المهمه في الموضوع ده، السيد رئيس هيئه القناه السويس قابل السيد الدكتور رئيس الوزراء، طلب منه ايه؟ التصديق ان في 9 مشروعات هيدروجين احنا اتكلمنا عليها سابقا عاوزين يعملوا في مصر هيدروجين. اولا هقول السيء، اسوأ حاجه، ان في مشروع للنفايات يطلع الهيدروجين الازرق من في بورسعيد من النفايات، ياخد بلاستيك، ياخد اي مواد يحرقها ويحولها لمواد ثانيه وبعدين يطلع منها هيدروجين. بس هو في ازرق ليه؟ ان هو في منتجات ثاني بيطلع، يعني بيطلع منها، ما هو يستخدم ناتج الحرق، الطاقه اللي طالعه من الحرق يبخر بيها الميه ويكسر بيها الميه بطاقه. تمام بالظبط، عشان كده هي اسمها ازرق. عشان كده هو بيعالج، بس هو في النهايه هي العمليه الاخرانيه اللي هي بتاعه تفكيك الهيدروجين، بتستخدم الطاقه الكهربائيه عشان تفكيك الهيدروجين، لكن الناتج الطاقه الكهربائيه دي جايه منين؟ هو ده اللي بيفرق في اللون. فيها بالظبط فيها بعض التلفيات، لكن هو بيعالجها ما بيسيبهاش. فالمعالجه دي هي دي اللي بتقلل فيها تكلفه زياده شويه.
وبعدين ننتقل تاني في بقى الرمادي ان هو بيطلع من الغازات بيطلع عشان يطلع فيه عشان كده فيه كربون وسائلين رمادي. لكن الاخضر الجميل بقى اللي هو بيستخدم الطاقه الكهربائيه الصافيه اللي جايه من الشمس او جايه من عشان كده ده اللي انا بقوله في الاخر ليه؟ ان احنا اوريدي عندنا بنعمل هذا الكلام. يبقى مصنع الهيدروجين موجود في جبل الجلاله او في المنطقه بتاعت ويتعمل وهو مش بيتعمل هو اتعمل جنبيه مصنع امونيا والامونيا بقت امونيا خضراء امونيا خضراء هيدروجين اخضر. الموضوع كله من اوله لاخره بقى اخضر في اخضر. ده دي فلوس احنا يعني ما ده اقتصاد ان انا اطلع امونيا خضراء. اخر حاجه يا فندم حاجه بره الموضوع خالص وزاره السياحه انا حضرت مؤتمر في وزاره مع وزير السياحه بيحط فيه جرين ستار للفندق. الفندق اللي بيراعي المعايير الخضراء بياخد دي ودي من ضمن الشهادات ان هذا الفندق يراعي الجرينز دي. وقد يكون فندق 5 نجوم بس واخد نجمه واحده خضراء. نعم. لكن في واحد تاني واخد 3 نجوم واخد 5 نجوم خضر لا هو ده اللي يبقى احسن. نعم. دكتور محمد ندخل على محور الاستثمار. اي اقتصاد في الدنيا في العالم الان مبني على الاستثمار واحنا بنتكلم على الاستثمار الخاص. البنيه التحتيه اللي الناس كانت بتتكلم عليها وبيقول لك بنكلف كتير والطرق و و و بدانا نشوف نتيجه ده استثمارات كتيره جايه فتحنا اماكن ما كانتش موجوده اصلا على الخريطه المصريه قبل كده. عندنا مدن هينتقل ليها الناس 7 أو 8 من 14 مدينه بنقول عليهم المدن الذكيه او المدن الجيل الرابع. محتاجة طرق محتاجة استثمارات محتاجة كلام من ده ودون زي ما قال سيادة اللواء وزي ما حضرتك قلت برضو الاستثمار في البنية الأساسية هو اللي شجع الناس ان هي تيجي تستثمر عندنا. صحيح. الاستثمار الأخضر مصر أطلقت أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وفي إفريقيا. فكرة التوجه للاستثمار وكعكة الاستثمار الأخضر على مستوى العالم حظوظ مصر فيها ايه؟ هي الاستثمار الاقتصاد الأخضر مش طاقة متجددة بس. الاقتصاد الاخضر قايم على الطاقه الجديده المتجدده قايم على مصدر المياه مورد المياه. النهارده مصر اتجهت فيه يعني توسعت فيه بقى عندنا انتقلنا من فكره التخلص الامن من مياه الصرف النهارده بقت الاستخدام الامثل للمياه الصرف المعالجه. النهارده في مشكله ندره مياه ومصر بتزرع وبتوسع في رقعه الزراعيه. المصدر الثالث اللي هو الارض اللي احنا النهارده برضو شغالين فيه مصر بتزود في رقعتها الزراعيه. المصدر الرابع السياحه القطاع السياحي والتوجهات السياحه خضراء او منشات سياحيه خضراء. الخامس الانتقال الى وسائل النقل الجديده اللي هي الذكيه أو اللي هي الكهربائيه والنظيف. نعم. السادس اللي هو تقريبا المباني دلوقتي مصر اتجهت الى المباني الذكيه والجديده كل هذه ده قطاعات اللي بتراعي طبعا معايير الاستهلاك الرشيد في استخدام كده. الطاقه ده فيها. ده قطاعات الاقتصاد الاخضر. لو بصينا على القطاعات دي هنلاقي مصر كلها يعني بنقول بيئه مناسبه لجذب الاستثمارات. هي مصر عامل بالبنيه التحتيه ليه مكلفه على القطاع الخاص ان هو يقوم بها بنفسه وفرتها الدوله في خلال 7 سنوات أو 8 سنوات. النهارده ابتدينا نلمس وجودها على الارض. ابتدت الفكره النهارده لجذب الاستثمارات ويمكن هو ده اللي نعول عليه ان مصر بتتصدر في ظل تراجع اقتصادي عالمي. مصر ما زالت تتصدر وجهات الجذب للاستثمارات الاجنبيه المباشره في الداخل المصري على مستوى المنطقه. فحصه مصر في كافه القطاعات دي سواء الطاقه الجديده ويمكن هي يمكن النصيب الاكبر في كعكه الاستثمار. لكن طبعا بجانب الى الخمس قطاعات الاخرى لا مصر قامت بالبنيه التحتيه المحفزه لجذب الاستثمارات قامت بالبنيه التشريعيه اللي عدلت من كثير مما كان يعوق الاستثمارات وفكره التخارج المستثمر الاجنبي في اي وقت. النهارده كفلته الدوله وهيئت ليه من خلال قانون حوافز وضمانات الاستثمار. فكره الشراكات اللي اتاحتها الدوله لمشاركه القطاع الخاص في المشروعات بالكامل. يمكن احنا شفنا النهارده المسوده لتخارج الدوله من اغلب المشروعات اللي بتملكها الدوله. فكره يعني ان هي تعطي للقطاع الخاص ميزه مشاركة فكرة المشاركة. أعتقد ده كله بيتيح إن إحنا الفترة الجاية تكون في طفرة في مجالات الاستثمار. طيب مجالات الاستثمار والاستثمار ده محتاج ما يسمى بالتسويق. إيه أهم النقط اللي مصر شايفها متميزة فيها واللي إحنا لازم نركز عليها في التسويق؟ وخاصة إن إحنا لازم نقول إن الاستثمار الأخضر هو استثمار طويل الأمد. يعني أنا مش هعمل
زي ما قال سيادة اللواء ان انا مثلا الالواح الشمسيه بعد 25 سنه بتنزل 85%، يعني ممكن تقعد ل 50 سنه يبقى مثلا 70 80% قبل ما افكر حتى ان انا اغيرها. وطبعا كل ما التكنولوجيا تتقدم كلها هيبقى الموضوع اسهل واكتر من ده. فكره برضو ان انا لما بعمل مصنع للهيدروجين الاخضر، المصنع ده مش عشان يمديني النهارده ولا بكره ولا بعد 10 سنين، لا ده ممكن يستمر لمده 50 سنه ويكون منظومه الطاقه نفسها كلها اتغيرت. ايه اهم نقاط التسويق في الاستثمار الاقتصادي للاستثمار الاخضر اللي في رايك مصر بتركز عليها او يجب انها تركز عليها؟ هو احنا دلوقتي بنتكلم على فكره الاستدامه، هي الخط العريض واللي بتشتغل عليه الدوله، فكره الاستدامه. نعم. في كافه مشروعاتها، يمكن سواء الخضراء او الغير خضراء بالمره، النهارده ان هي فكره الاستدامه في مشروعات مصر في كافه القطاعات. النهارده فكره التسويق، اعتقد ان مصر النهارده بقت يعني فيه يعني مش احنا يمكن حتى بدون بذل جهد مننا، الازمات العالميه وما تملكه مصر من بنيه تحتيه وما تم في خلال 8 سنوات وضع مصر كمحور اقليمي للطاقه، ومن خلال ازمه كورونا صبت يعني كزت العيون العالم كله النهارده ان هي مصر بقت هي المنطقه اللوجستيه في وسط العالم اللي كانت البديل الامثل لسلاسل الامداد والتوريد للمواد الغذائيه لاوروبا. نعم. او بالعكس للاتحاد الاوروبي. ما يتم من بنيه تحتيه سواء في منطقه خليج السويس ومحور قناه السويس، محور تنميه قناه السويس بالكامل من بورسعيد الى السويس وضم اليها الجنوب وشمال سيناء، اعطى المنطقه زخم. واللي طبعا بنشوف النهارده جذب دول، هي النهارده المدينه الصينيه في السويس، الروسيه في بورسعيد، اللي ما يتم من مشروعات طاقه خضراء اعتقد هي بتسوق لنفسها يوم بعد يوم. واعتقد ان هي في خلال الازمه الروسيه النهارده بقى في اتجاه لمصر ان هي كبديل لامداد وتوريد الغاز الطبيعي والمشتقات النفطيه للاتحاد الاوروبي. نعم. وهي النافذه بالعكس للقاره السمراء ان هي تكون نافذه للمنتجات الاوروبيه والعكس تمام. والعكس تمام. اخيرا سياده اللواء مدحت، يعني فكره التكامل، الاقتصاد الاخضر ايضا مش قايم على التنافس، قايم بشكل كبير على التكامل. دوله زي مصر عندها شمس ممكن تمد طاقه كهربائيه لغيرها، الدول العربيه كتير بتشاركنا في موارد مختلفه. وهل شايف ان فكره التكامل العربي ممكن يتحقق بشكل احسن مع الاستثمار الاخضر في الجزء ده؟ بالفعل، ودي فعلا ما يتم. ده اللي موجود الوقت على الارض، ده اللي بيتعمل. يعني احنا لما تيجي دولتين اقتصاديتين كبار جدا من اكبر 7 دول في العالم اللي هو الامارات والسعوديه، ويشتركوا مع مصر يعملوا طاقه شمسيه، في خط كهربائي بيتعمل اللي بين مصر والسعوديه، الخط اللي بيطلع بيننا وبين العراق، اللي بين ليبيا ومع الدول الثانيه. ده ترابط كبير جدا بيننا وبين الدول العربيه انها تستفيد باللي موجود عندنا. هو السعوديه ايه اللي يخليها تعمل ب7 او قربت على 8 مليار، والامارات 10 مليار، ارقام مش صغيره، سواء قطاع خاص او من الدوله، انها لا. تحب تعمل تستفيد بامكانياتنا سواء كان في الرياح او في الطاقه او في اي والبنيه الاساسيه كلها، فيستفيدوا منها. وبالتالي هي طبعا المستفيده الاخرى ان هي هتاخد طاقه برضو مننا نظيفه زي ما هي في وقت الذروه. نعم. احنا بنتبادل الطاقه، بنتبادل الطاقه، هم عندهم مشمسه ممكن يصدروا لك في الوقت بس اللي احنا. نعم. سبناها بعد اذن حضرتك حاجه صغيره قوي، اتفضل. رغم انها كبيره جدا، الاثر الاجتماعي بتاع الطاقه الخضراء المستدامه اللي هي البيئي، احنا شغالين في حياه كريمه على 60 مليون واحد مصري. دي طفره اجتماعيه من ضمن الطاقه. نعم. الناحيه الاجتماعيه طبعا. رفاهيه الانسان. ويبقى برضو ما يضرش البيئه، يستخدم ميه نظيفه ويستخدم يكون عندنا صرف صحي وكويس وميه وكهرباء وكده، وده 60% من 60% ما ياثرش على البيئه، لان هو ده في النهايه الاثر الاجتماعي، الاثر الاجتماعي والبيئي. وده اللي انا بقوله، هو ده الاقتصادات الجديده، فكره ان الدراسه الاقتصاديه بتشمل الاثر الاجتماعي والاثر البيئي والاثر الصحي، اللي لو ما راعناهمش بعد سنين هنلاقينا بقى بنصرف على امراض زي السرطان وعلى صحه وعلى بيئه. صحيح. انا بشكرك سياده اللواء المهندس مدحت شكري، عضو لجنه التنميه المستدامه باتحاد صناعه. شكرا جزيلا لوجودك معنا النهارده. بشكر الدكتور محمد البهواش الباحث الاقتصادي بجامعه السويس، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على متابعه ملفاتنا المختلفه في اوراق اقتصاديه، دايما ملفات اقتصاديه هامه بنحاور فيها ضيوفنا، نقلب في اوراقها، نضع
الحلول والآراء والمقترحات، ثم نضع هذا الملف أمام القيادة السياسية وأمامكم. بنشكركم دائما على حسن المتابعة، بنقل لكم تحيات فريق عمل هذه الحلقة وتحيات حسام الدين عاطف. إلى اللقاء.